تاخذ المشين غسيل جميل ولد بيتي نار شراب بيو يبال ريچ مصوم بچا بي بي بودي دي اندر لگا بي کھیت دا بي اٹ گلیا بي کر دے تے نال پلیٹ دے اندر خنزیر دا گوش بھی پیا ہوئے ہے حسین و جمیل بدکار اور مسکرا پئے اللہ دے نیک بندہ مینوں کیوں بلایا سی اگے حق تے سدی گواہی دیونی ہے اکھ لگی نہیں نہیں تے بہانہ ہے ساڈا یا تا شراب پی یا بچے نو قتل کر یا خنزیر دا گوش کھا یا میرے نال برا کام کر تے نکلن دی کوئی صورت نہیں بار بار دار کھلو تین میرے نوکر دے ملازم تلوار نگیا لے کے تیرے ٹکڑے کر چھوڑے سن حضرت امیر المومنین سید عثمان رضی اللہ تعالی بیان کرے نا اے گل سن تو بہت پریشان تھی ہے ہن کے کرا چار صورتاں یا شراب پینی ہے یا بچے نو قتل کرنا ہے یا خنزیر دے گوشت دے ٹکڑے کھانے ہیں یا عورت دے نال بدکاری کرنی ہے وہ سوچے شراب پینا چاہ آپا کی طرح گناواں تو تا بچ ونیا حضرت فرمے نے جس ویلے شراب پی کے خمار چڑھے محمول ہے نشے دے اندر نشہ چڑھے شراب پیون تو بعد خنزیر بھی کھا بیٹھا بچے نو قتل بھی کر بیٹھا تے زنا بھی کر بیٹھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمے دینا نشے تو بچو نشے تو بچو نشے تو بچو خاص طور دے شراب والے نشے تو بچو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا شراب سارے گناہوں دی بنیاد تے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چار بد نصیب بندے جنہوں لیلۃ القدر دے اندر وی اللہ معاف نہیں کرے گا چار بد بخت بندے جنہوں لیلۃ القدر دے اندر اللہ کریم نہیں بخشے نہ ہوندا پہلا پہلا بندہ مدمن و خمرین جڑا شراب پی مندا دی ہوے باقی سارے بخشے گئے چار باقی ایک شرابی بندہ باقی بچ گئے تھے انشاءاللہ آج رات مسجد میاں سلطان علی میرے محلے دے اندر بیان کرے سا باقی ترے بندے وما رہنا الا البلا اللہ الذی لا یکشف الشداد الا هو ولا ینفع المقاعد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما مطلوب الواسرین فی الکونین الا هو العباد كلهم زعفاء لا قوي الا هو الناس كلهم فقراء لا غني الا هو ابراهيم في النار الغريق حين نادى قال لا اله الا هو موسى على الطور حين نادى قال لا اله الا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا اله الا هو يوسف في كار البير حين نادى قال لا اله الا هو هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين اعلموا ان الدنيا دائره ولذتها فانيه وطاعتها باقيه وحاصلها فوت واخرها موت اخواني البطن سيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريبا والحاكم رب جليل ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفينا يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك الرب الرؤوف الرحيم الحمد لله
الصلاة والسلام على من لا نبي بعدها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلومين تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سندين سيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وسيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعلى أربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب رضي الله تعالى عنها وسيدة رقية رضي الله تعالى عنها وسيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي ورزا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أعزهم فقد أعزاني ومن أعزاني فقد أعز الله ومن أعز الله فيوشك وإياه الله 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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم شدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أحوالهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ييأس من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اليد منك اليد اللهم أمرنا بما أنت أهله ولا تؤاملنا بما نحن أهله اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في لبنان اللهم انصر المجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم اللهم إني عبدك المذنب البائس الفقير المستجير المستغيث المكر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال لما تسأل